وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة لواء متقاعد حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري. لواء بخيت، كما يعلم الجميع بأن دول المنطقة الآن تختلف في التعامل مع تنظيم الأخوان، توجه يقوم على سياسة الأبواب المفتوحة والدعم المالي والإعلامي الواسع، وهي التي يعني تعتمدها دولة قطر، وأيضا هناك توجه ثاني يقوم على الحصار الأمني والملاحقات. ماذا تقول حول ذلك؟ أنا مش سامع صوت حضرتك، صوت حضرتك ضعيف. نعم. لواء حمدي بخيت، ذكرت لك بأن يعني هناك ربما توجهات مختلفة، دول المنطقة الآن تختلف في التعامل مع تنظيم الإخوان المسلمين، هناك توجه يقوم على سياسة الأبواب المفتوحة والدعم، وهي السياسة التي تعتمدها قطر، وأيضا هناك توجه ثاني يقوم على الملاحقات، على الحصار الأمني. هل لك أن تحدثنا أكثر حول يعني هذه التوجهات نحو تنظيم الإخوان المسلمين؟ عن الإخوان المسلمين لم يتركوا أي باب موارب أو حتى في بصيص من الأمل أن نعتبرهم ناس ممكن تجلس معهم تتحدث معهم. أعطناهم في مصر أكثر من فرصة منذ عام 1928، وحتى الآن أثبتوا في كل مرحلة أنهم سفاكي دماء، قتلة، مخربين، يحرقوا كل أخضر ويابس، لا يؤمنوا بالنظام ولا يؤمنوا بالدولة، لا يؤمنوا بقيم الإنسان كإنسان. ستار الدين دايما هو غطائهم. حاولنا معهم كتير، حاولنا الإصلاح في الثمانينات، حاولنا الإصلاح في التسعينات، حاولنا الإصلاح قبل ذلك لما أعطاهم الرئيس السادات فرصة قبل حرب 73 وبعد حرب 73، بعد حرب 73. كل ده لم يثنيهم عن عزمهم وأفكارهم التي شرزموا بها البلاد بعد أثناء ثورة يناير، ودقوا بها الفتن خلال ثورة 30/6، وانتهجوا كل الأعمال الشريرة والخطرة التي تقود الأمة إلى التفرق والتشرذم والحريق وعدم الإصدار. ولكن هناك من يدعم هذه التنظيمات ويمدها بالمال، وأيضا توفير الغطاء الإعلامي والأمني. استخبارات تستعملهم كأداة، أجهزة استخبارات دولية تستعملهم كأداة. الإخوان المسلمين ليسوا استراتيجي، هم أداة تستخدمهم قوى متعددة، اللي يدفع لهم يعملوه. النهاردة على الوجه الآخر، إذا كنت بتقول قطر بتتعامل معهم على هذا الأساس أو على أساس آخر، على أساس الاحتواء والتفاهم، لا يا سيدي الفاضل، هذا ليس احتواء ولا تفاهم، ده إيواء وتوفير غطاء سياسي وغطاء إعلامي وتمويل مادي واستخباراتي لكي يخترقوا الخريطة الليبية، ويخترقوا قبل كده الخريطة التونسية وما زالوا مخترقينها، ويخترقوا الخريطة السورية، ويخترقوا الخريطة اليمنية كما حاولوا في مصر. إذن هي نستطيع أن نسميها هي مصلحة وقتية وليست استراتيجية. ولكن لواء حمدي، يعني اتفقت الدول الأربع اللي هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين على تصنيف ما يقارب 59 فرد وأيضا 12 كيان في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، من ضمنهم يوسف القرضاوي أحد قيادات جماعة الإخوان المطلوب المصري الأول في القائمة. هم فعلا كذلك، والقرضاوي يعني شيخ الإفق وشيخ الفتاوى المضروبة وشيخ التأييف الفتاوى باسم الإسلام وسفك الدماء وتحليل سفك دماء الآخرين. القرضاوي يعني مارق من الأزهر ومارق من الدولة ومارق من النظام الإسلامي ككل ومارق على الدين ككل. هو إنسان يستخدم الدين ويتوارى خلفه تحت مسميات عديدة. القرضاوي ينحني ويقبل الأيادي في تركيا وقطر كرجل دين يدعي أن الخلافة في هذه الدول. القرضاوي خان شعبه وخان دينه وخان كل شيء في سبيل المال وفي سبيل أن يعيش هذه الحياة القذرة التي يعيشها في قطر ويستنفع منها. القرضاوي ملعون من الأزهر ومن شيوخ الأزهر ومن أئمة الإسلام. القرضاوي ملعون من الشعب المصري، والشعب المصري ده مش شوية ولا عمق قليل. نعم. ده 93 مليون لهم عمق حضاري كبير ويفهموا ومروا بشيوخ كتير
وقوموا من أراد أن يقوم منهم. الشعب المصري صنف القرضاوي على أنه مارق يستغل الدين ويعبث بدماء المسلمين. نعم، إذن من القاهرة اللواء متقاعد حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، شكرا جزيلا لك.